طيب في هذا الباب الجديد إن شاء الله حنحكي على مفهوم الديكودينج، تمام؟ طيب طبعا القصة في الموضوع إنه إحنا في البداية أخذنا محاضرة أخذنا فيها تقريبا كل حاجة، تمام؟ وبعدين أخذنا محاضرة عن الـ language basics، تمام، والـ probability basics، تمام، إنه الـ probability بتعتمد على الـ count بشكل كبير كبير، وأخذنا إيش هي أساسيات اللغة، شو يعني syntax، شو يعني syntactic، شو يعني morphology، كل الأمور هذه فيما يتعلق باللغة، تمام. بعدين حكينا على اللانجويج موديل، وحكينا إنه له أهمية بالغة مش بس في الماشين ترانسليشن، في عدة تطبيقات في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، لأنه هو بيساعدني إنه يحدد إنه هذا النص هو فلوينت ولا مش فلوينت، هل هو فصيح ولا مش فصيح. وأخذنا المقاييس والمعايير اللي أنا ممكن أنا أستخدمها في هذا الإطار. بعد هيك مباشرة بدينا، يعني بعد ما خلصنا الأساسيات هذه، بدينا نحكي في IBM1، وهو عبارة عن أول statistical machine translation system، يعني إنه، وحكينا انه الاي بي ام موديل 1 انه في موديل 2 2 الاوردر، يعني انه بيكون اكثر، انه هي عباره عن تحسينات اكثر للامور، وهي عباره عن الاي بي ام انه الوظيفه الاساسيه تبعته انه هو يطلع لي حاجه اسمها الترانسليشن تيبل، ترانسليشن تيبل، تمام. والترانسليشن تيبل حكينا انه احنا ممكن نطلعها باستخدام اكسبكتيشن maximization، لأنه أنا عندي المعلومات ما بتكون كاملة، فبعمل estimate للكاونت، ومن الكاونت برجع بعمل estimate للموديل، وبضلني بعمل iteration لغاية لما يصير في عندي convergence، تمام. بعد الـ IBM model أخذنا المحاضرة الماضية اللي هو الـ phrase based machine translation، الفاي، وانه انا بدي اتعامل مع النص على مش انه كلمه كلمه، بدي اتعامل معها على اساس انه هي مجموعه من العبارات. طبعا في كل، يعني سواء هذا او هذا، انه البروبابيليستيك موديل انا عندي هو عباره عن شقين، probability انه الانجليش وورد جيفن foreign word ضرب الـ probability تبعت الـ language model للـ foreign word، عفوا للـ English word، لأنه الـ English هي الـ target، تمام. وحكينا إنه هذه الجزئية ممكن أعملها decompose، أنا عندي في الـ phrase based machine translation، فبالتالي إنه ممكن إنه يكون في عندي الفاي والدي والال ام، صار في عندي ثلاث شغلات. الال ام احنا ما لعبناش فيه بالمره، تمام، ركزنا هنا على الفاي والدي، كيف انه انا ممكن انه اتعلمهم. وحكينا انه يعني ممكن استخدم شغلات متقدمه انه ادي لكل واحده ويت لامدا، تمام، او ممكن اطبق عليهم اللوج لينير، او ممكن اضيف اديشنال فانكشن تانية أو additional feature تانية اللي هي sequence of order اللي هي الـ O، تمام، هذه لامدا وهذه لامدا، تمام. وحكينا إنه الـ phrase based هو كان أفضل شيء لغاية 2017، لفترة قريبة مش بعيدة. بعد هيك خلاص خلصنا، بنينا الـ translation model، بنينا الـ translation model، إيش بدنا نسوي؟ بدنا نترجم، عملية الترجمة هي الديكود، تمام؟ واضح السياق؟ واضح احنا ليش موصلين هنا؟
واضح بس برضه. طيب هلقيت هنا في عندي في التاسك تبعت الديكودينج زي ما حكينا انه فايند ذا بيست ترانسليشن اللي لها هايست بروبابيليتي، وهذا الكلام الهايست بروبابيليتي ممكن صيغه على شكل معادله، انه بقول ارج ماكس اي البروبابيليتي الاي جيفن اف. طبعا الديكودينج في لها نوعين من الاخطاء، الخطا الاول انه هي الموست بروبابل ترانسليشن از باد، تمام؟ فبالتالي كيف بدي اعالجها؟ بدي اعمل فيكس للموديل. في مشكله في البروبابيليتي نفسها. المشكله الثانيه انه سيرش داز نوت فايند ذا موست بروبابل ترانسليشن، في هذه الحالة بدي أعمل فيكس للسيرش. بفهم من الكلام إنه الديكود هي عبارة عن سيرش. لو أنا عملت لها formulation as a search problem هي بدي أعمل بحث على أفضل ترجمة موجودة أنا عندي. تمام؟ ولا هذا قبل ما ينعمل الديكودينج؟ يعني قبل هاي العملية ولا هو بالمجمل هيك هم لقوا؟ مش انا بدي احدد ايش هي افضل الترانسليشنز، او بدي احسب البروبابيليتي تبعت الترانسليشن. افضل طلعت لي انه الموست بروبابل اللي له اعلى بروبابيليتي انه مش يعني انه مش صحيحه. صحيح يعني انه انه هذه الموست بروبابل ترانسليشن، ولكن انه الترجمه هذه مش صحيحه، انه الترانسليشن هذه مش صحيحه، تمام؟ هي إلها على probability بس مش صحيحة، تمام؟ أما السيرش does not find the most probable translation، في هذه الحالة بدي أعمل سيرش بدي أعمل فيكس للسيرش، تمام؟ طبعا فيكس للموديل هذه يعني شغلة إنه يفترض إنه من المحاضرات السابقة واطلع فوق، تمام؟ فيكس للسيرش اليوم بدنا نحكي على السيرش. طيب عملية الترجمة، خلينا نشوف كيف عملية الترجمة بتتم. لو أنا في عندي جملة من الألمانية إلى الإنجليزية، تمام؟ إيش بسوي؟ بروح باخد إنه phrases، pick a phrase from the input وبعمل له translate إنه إغ تروح على هي، تمام؟ وبعدين الفريز اللي بعده هذه بعملها سكيب، زي ما شفنا احنا المره الماضيه انه هذه بروح بترجم does not بعديها بهذا الشكل، تمام؟ بعدين برجع go وhome، he does not go home، هي ترجمه كلها بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي هنا بنرجع ل يعني فكره الري اوردرنج، وهذه خلاص حكينا عليها، يعني بدناش نرجع نحكي في السيره مره ثانيه. يعني موضوع الري اوردرنج انه هذه بعملها سكيب عشان الري اوردر تبع الترانسليشن، انه هذه الكلمه اللي في التارجت هذه ترجمتها انه موجوده بعد، بالضبط ترتيبها بعد، تمام؟ وشفنا كيف ممكن نحسب هذا الكلام من خلال هذه المعادله اللي هي عبارة عن arg max e حاصل ضرب الفاي والدي والألأم. ثلاث شغلات هاي حكي لي اياهم، تمام؟ طيب هذا يعني انه انا بدي اجي اعمل الحساب الان. ال arg max هذه كيف بدنا نطلع البيست ترانسليشن؟ فبدنا نعمل سيرش، وهذه المرحلة بنسميها ديكود. ديكود يعني ترجمة، انه انا for a given source sentence انه what is the translation. المثال هذا نفسه بدنا نشوف حاجة اسمها translation options، هذه كلها most probable translations، تمام؟ هذه most probable translations ترجمات اعلى محتملة احتماليتها عالية، تمام؟
انه الاي ار هاي انه في عندي اربعه موست بروبابل ترانسليشن لإلها، هي ات كوما ات كوما هي، هذه اعلى اربع احتماليات. لاحظوا انه كل كلمه هنا اربع احتماليات، وهاي برضو أربعة. is are goes go، تمام، وهاي إنه بتيجي برضو أربعة، وهكذا كل واحدة إنه أربعة. هذا عبارة عن مجموعة من الـ options. أنا بدي أطلع لك كل الـ combinations. هجيت هنا إيش أخذ؟ أخذ phrases، أخذ هذه وهذه، تمام. هدول التنين ترجمتهم مع بعض it will، هاي الموست يعني for possible translation لهذا الفريز. it is he will be it goes phrase مقابل phrase، تمام. وهنا أخذ هدول التنين مع بعض اللي هو not is not does not do not، ونفس الشيء إنه هدول التنين مع بعض. هذا برضو احتماليات تانية، يعني انه هنا اخذت كل كلمة لحال، وهنا اخذ عبارات، واخذ اثنين اثنين. هجيت هنا في الصف اللي بعده، يعني هي انا عندي صف هنا هيك، تمام، وهنا هذا الصف هذا هيك. في هذا الصف ايش اخذ؟ اخذ انه هذه وهذه بالضبط، وهذه وهذه، بتضلها هذه لحال، هي الترجمات تبعتها، تمام، وهذه لحال هي الترجمات تبعتها. لكن هدول التنين وهدول التنين اللي هو is are is after all و does، تمام، وهي the most probable translations. الصف اللي بعده ايش ماخد؟ ماخد phrase مكون من ثلاث عبارات، هدول الثلاثة مع بعض، هدول الثلاثة مع بعض تيجينا is not are not is not a. هدول possible translation. طب مين ال most possible translation؟ حسب السياق، تمام. طيب ماشي، هدول الثلاثة مع بعض ايش بضل؟ في عندي احتمال انه اخذ انه هذه لحال وهذه لحال هيهم بالضبط، وانه قبليها تكون كلمة لحال هي، فبالتالي تمام، او انه انا اخذ الثلاثه التانيين، بس انه ممكن مش من الموست بروبابل ترانسليشن. حاجات اللي انا بدي اوصله انه انا في عندي العديد من الترجمات نختار منها، يعني على سبيل المثال هذا المثال انه من اليورو بارل فريز تيبل عندي 2727 ماتشنج فريز لهذه الجملة، يعني هذه الجملة في إلها 2727 ترجمة محتملة. بدي أختار منها، كيف بدي أختار منها؟ في عندي عدة أساليب، بدنا نطبق السيرش، بس هذا السبيس هذا الرقم كتير كبير، بنطبق البرونينج. إحنا حنحكي على البرونينج اليوم. لو إحنا أخذنا التوب 20 لكل فريز بطلع انا عندي 202 ترانسليشن تبقى، فبالتالي اختار من 200 ترانسليشن اجيب البيست احسن من ال 2727. طب ال 20 هذول التوب فعليا هم تصنفوا بنفس الطريقه اللي احنا حنحاول نختار فيها؟ يعني بدي اعمل سكور للبيست ترانسليشن زي ما حنشوف الان، تمام. طيب يبقى الماشين ترانسليشن ديكودر ما بيعرف ايش الرايت انسر، فايش الحل؟ انه بروح بنعمل بيك للرايت ترانسليشن اوبشن، وبروح برتبهم ان رايت اوردر. شوفوا الرايت اوردر ايش هو. لقيت من كل هدول الكومباينيشنز اللي احنا شايفينها قديش انا عندي احتماليه، عندي هاي واحدة تنتين ثلاثه اربعه، وهنا كمان اربعه بزيد عليهم كمان اربعه هنا وهكذا، وبعدين غير هدول اخذ التنين معاهم مع بعض، هدول هي كمان ازداد عليهم اربعه، فانا عندي so many translations. فايش البيست؟ انا عندي بختار هي، لاحظوا
هدول الجملتين. الرايت ترانسليشن بالإضافة للأرينج. الرايت ترانسليشن هنا هي هاجت هنا does not write translation مع arrange go home. واضح الجملة هنا؟ نرجع كمان مرة الترجمة هذه بعد الجملة هذه. he does not go home. تمام؟ فهنا انه البوسيبل ترانسليشن انه لازم اعرف انه انا هذه بدي اعمل arrange، انه هذه اجيبها هنا هيك وهذه هنا. واضح انه ايش معنات الرينج للرايت اوردر؟ تمام كيف؟ على حسب الجملة إذا بحتاج أن أعمل ري أوردر ولا مش ري أوردر. طبعا هذا الكلام أنه أنا ممكن أستخدم سيرش ألغوريثمز، وللناس اللي أخذت ألغوريثمز يفترض انه انتوا اخذتوا عده تسجيل شغال. هيو يعني انه سيرش بروبلم سولفد باي هيوريستيك بيم سيرش، هذه خوارزميه من خوارزميات البحث. هيوريستيك بيم سيرش طيب يبقى الدي كود بدي اعمل بري كومبيوت بشكل مسبق احسب الترانسليشن اوبشنز، انه انا بدي احددها ايش هي. زي ما انتم شايفين هذا السلايد انه هي اختصار، هي كل الاوبشنز هي موجوده هنا بالضبط كعدد يعني. تمام طبعا انا بدي اعمل كونسلت للفريز تيبل عشان اجيب كل البوسيبل ترانسليشن او ترانسليشن اوبشنز. طيب بدي ابدا الدي كود، ايش بدي اعمل؟ بدي ابدا بال initial hypothesis. تمام؟ الهايبوثيسيس هي عباره عن الكلمه اللي في التارجت، تمام؟ اللي في الانجلش وورد، تمام؟ وبدي احدد مكانها هنا وين موجوده. طبعا انا عندي هاي واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته، وهنا عندي لا هنا انا عندي بالانجليزي قديش هي ذا هي واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة. تمام؟ فهي هدول أنا عندي هي واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، اللي هي حسب التارجت، هدول ست كلمات حسب التارجت. تمام؟ هنا إيش بدي أحط؟ بدي أحط الإنجليش وورد. وهنا إيش بدي أضلل؟ بدي أضلل وين مكانها في الفورين لانجويج أو في الفورين سنتنس بهذا الشكل. تمام؟ طبعاً الإنيشال هايبوثيسيس زي ما أنتم شايفين أمامكم على الشاشة إيش بده يكون؟ فاضية. تمام؟ initial لسه ما ترجمتش ولا حاجة. فبالتالي initial hypothesis no word covered no output produced. تمام؟ نبدأ في أول hypothesis. إيش أول hypothesis؟ أنا عندي احتمال إنه تكون أول كلمة الترجمة R. تمام؟ يبقى هذه no input word covered no output produced. الاوتبوت هذا عبارة عن الاوتبوت. الانبوت word covered وين مكانها؟ هي مكانها. تاني كلمة. هذه hypothesis. احتمال. تمام؟ شوف احتمال تاني. بيبقى من الانيشيال عندي احتمال انه ابدا ب هي، هي مكانها هنا في الفورين، والار هي هنا، والات هي مكانها هنا. تمام؟ فهنا بروح بعمل هايبوثيسز لكل ترانسليشن اوبشنز من البدايه، انه انا ببدا انه هي او ار او ات بهذا الشكل. تمام؟ طيب من الهي ايش بروح بعمل؟ ايش الاوبشنز البوسيبل من الهي؟ انا عندي يس وجوز وداز نوت
هاي الياس لاحظوا ايش مضلل انا عندي اللي هي هيها مضلله اوريدي تمام، والياس انه هاي مكانها هنا في هذه الكفرد وورد وهي البروديوس وورد، وبالتالي هي يس وهي جوز، هاي التنتين انه كفرد انه زي هيك اللي هي دائما مضلله داز نوت، هاي وانت عندك انا عندي اللي هي هنا وهي زي هيك، ونفس الشيء الار هاي زي ما انتم شايفين هنا طلع لي اسهم ولقيت بطلع كل البوسيبل يعني، بس هو مش مكمل الرسمه، والداز نوت هنا هوم جو تو، والجو البوسيبل ترانسليشن بعديها هي الهوم زي ما انتم لاحظين ايش عملت انه خلص كل الانبوت وورد تمام. ايش الجنريتد انا عندي لو انا مشيت في هذا المسار زي هيك انه هي داز نوت جو هوم تمام. فبالتالي الديكونت هو عبارة عن find the best path زي ما انتم شايفين، هذه عبارة عن شجرة تمام، بطبق عليها اي سيرش الجورثم انا بدي اياه تمام، وبروح بجيب الهايست سكورينج كومبليت هايبوثيسز. كومبليت هايبوثيسز انه بقى بترجم لي الجملة كلها بالكامل، فبالتالي الالجورثم يفترض اختار لي هذا المسار انه هذا افضل مسار تمام. طيب طبعا هذا المسار على اي اساس بدي اختاره؟ طبعا كل نود كل هايبوثيسز هنا بده يكون في لها سكور، وهذه بيكون في لها سكور، وهذه بيكون في لها سكور، فبالتالي انا بحدد افضل مسار انه بناء على السكور تبع الهايبوثيسز هذه كلها مجموعه كلها مع بعض. دكتور انا هذا الكلام كله فهمته الا نقطه واحده اللي هي انه بدايه النوت اللي هم الهي والار والانت، يعني ايش اللي خلاها يختار الار والانت مثلا؟ ايش معنى هذول الثلاثه؟ مش احنا حكينا هذول فرضية، يعني وانه واحد ثاني يفكر بطريقة مختلفة، يعني يحط ثلاث كلمات ثانية لازم كلمة أفضل منها، مش أول مرة إحنا بدينا فرضية. حكيت مش أنا بدي أعمل كونسلت للفريز ترانسليشن تيبل لكل الانبوت فريزز تمام؟ طب ماشي طلعتهم كلهم، طلعت كل الاحتمالات، حكيت احتمال إنه أنا أبدأ إنه الترجمة هنا او ابدا الترجمه هنا تمام. هجيت هنا هو حكى انه يعني هاي الانيشال، هو فعلا زي هيك الانيشال انه هي انه بدا في بدايه الجمله انه الترجمه بدايه الجمله، او ار انه تاني كلمه في الجمله، ات اول كلمه في الجمله، فات منطقيه كثير بالنسبه لإلك الكونفيوزنج ار، وهذا هو جاي من الارينجمنت، جاي من موضوع الارينجمنت انه انا احتمال انه تكون الكلمه يعني مقلوبه، زي مثلا بيرسونال ادرس لما قلت في لغات تعتبرها ادرس بيرسونال تمام، فبالتالي الاوردر انا عندي مختلف، واحنا عندنا بالعربي برضه نفس الفكره، بقول عنوان شخصي مش شخصي عنوان طيب. حقيت السيرش هذا كيف انا ممكن اعمله؟ ممكن استخدم اسلوب الدايناميك بروجرامينج تمام، انه انا لو في عندي عده كومباينيشنز وانا بدي اعمل سيرش بيناتها ممكن استخدم اسلوب الدايناميك بروجرامينج، بس ايش بتظهر عندنا مشاكل؟ بس مشاكل في الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي طبعا، الهايبوثيسز كل ما انا افرع منها بيصير انا عندي انه بتنمو بشكل اكسبوننشال، فبتصير انه عدد الهايبوثيسز كتير كبير، والديكودينج في حد ذاته هو عبارة عن ان بي كومبليت بروبلم نون ديترمينستيك بولينوميال كومبليت بروبلم، فبالتالي هذه عبارة عن مشكلة أنا بتكون فيها عدد
الخيارات غير محدودة. فايش الحل؟ ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل ريدكشن للسيرش سبيس. الشجرة هذه بدي احاول اني اصغرها. الشجرة اللي انا بدي ادور فيها، بدي ادور اجيب منها البيست باث، بدي اصغرها. كيف بدي اصغرها؟ في عندي اسلوبين. الاسلوب الاول ريكومباينيشن، والاسلوب الثاني برونينج. ايش مفهوم الريكومباينيشن؟ انه انا عندي افرع بروح بدمجها مع بعض، بفقدش معلومات، عشان هيك ريسك فري. ليش بدمجها مع بعض؟ لانه نفس الترجمه نفس المسار، بس فعشان هيك بروح بدمجها، بختصر عدد الافرع انا عندي. اما البرونينج شو بروح بسوي؟ بجيب المقص بقصقص، تمام؟ عشان هيك هنا بيعتبروا ريسكي انه انا بفقد برانشز ممكن تكون البيست ترانسليشن فيما بعد، فبتروح مني. نيجي للريكومباينيشن. كيف متى بعمل دمج؟ اذا كان سيم فورين وورد ترانسليتد، سيم انجلش وورد موجوده في الانبوت، ادمجهم هذول الاثنين. لاحظوا هنا انه هذه الانيشال هايبوثيسيس ايش صار في عندي؟ هذا الفرع ات لحال واز لحال، وهنا هذا الفرع انه اخذهم كفريز ات از مع بعض. هذا الفرع هو نفسه هذا الفرع. خلص بلغي هذه النود، تمام، وبدمجهم مع بعض. طبعا على اي اساس انه انا اخترت انه انا الغي هذه النود ولا الغي هذول التو نودز؟ الورست هايبوثيسيس از دروبت، وهنا ما فيش فقد للمعلومه بالمره، تمام، ما دام انه نفس مسار الترجمه بدمجهم مع بعض، تمام. طيب نيجي للبرونينج. ايش مشكلة الكومباينيشن او الريكومباينيشن؟ اي نعم reduce للسبيس، بس الريدكشن هذه is not enough. يعني المسارات اللي بتأدي لنفس الترجمة عددها محدود بالنسبة لكل الاحتمالات. أنا عندي الأفرع اللي بتندمج عددها قليل، فالريدكشن مش كتير كبير. فإيش بدي أسوي؟ بدي أضطر أقصقص، تمام؟ فإيش البرونينج؟ بعمل ريموف للباد هايبوثيسز ايرلي، وضلنيش أفرع فيما بعد وتكبر أوعي الشجرة بشكل مبكر، إنه الفرع هذا بقصه خلاص وقف، فرعش منه. كيف بسوي؟ كيف بدي اتبع هذه الشغله تكنيكالي؟ بروح بحط الكومباربل هايبوثيسز في ستاكس، تمام، وبروح بعمل ليميت للنمبر اوف هايبوثيسز اللي موجوده في الستاك. خلينا نشوف كيف. يعني هنا بيكون في عندي الستاك انه no word translated، هذه ال initial hypothesis. هذا الستاك مخصص ل one word translated، انه كلمة واحدة مترجمة. هنا كلمتين، هنا ثلاث كلمات. هاجيت من ال initial hypothesis ايش بروح بسوي؟ بروح بجيب اول، يعني انه في الورد وورد ترانسليتد بجيب انه ايش الاحتمال، انه نفس الاحتمالات زي ما انتم ملاحظين، انه هي والار والات، بس ايش الاختلاف هنا؟ رحت عملت لهم بوش في ستاك، تمام.
كل واحدة بعالجها، تمام؟ يعني كل واحدة بعالجها تباعا، يعني إنه تخيل بدي إياكم تتخيلوا معايا كيف البروسيس. في البداية الستاك هذا فاضي، بعمل فيه بوش لإيش؟ للإيت لحال، بعمل الحسابات تبعته، تمام؟ إنه إيش اللي بتيجي بعد الإيت، بيجي كذا وبيجي كذا، إنه بعديها كلمة وبعديها كلمتين عشان يصير في عندي 3 word translation. بعد ما يخلص الحسابات تبعتها بروح بحط وراها الآر، بعد ما يخلص بروح بحط وراها الهي بهذا الشكل. هلقيت الهي ايش بيجي وراها؟ انا في عندي goes ك 2 word translation، او عندي does not does not he does not، انه هنا كانه ثلاث كلمات، انه هي والدز والنوت، هذه عباره عن ثلاث كلمات انه تم ترجمتها مع بعض، تمام. وقت ايش بعمل دروب؟ بعمل دروب على حسب هذا الالجوريثم، بروح بعمل بليس لامتي هايبوثيسز في ستاك 0. الستاك 0 وينه؟ هيو. لكل الستاكس من زيرو لغاية الستاك ما قبل الأخير إيش بسوي؟ لكل الهايبوثيسز الموجودة في الستاك إيش بسوي؟ بروح بعمل التالي للترانسليشن أوبشنز. إيش بعمل؟ if applicable، يعني بطبق هذه الخطوات إذا كانت تنطبق. إيش اللي بينطبق؟ إنه create a new hypothesis، إذا في كلمة وراها، إذا في hypothesis وراء هذه الكلمة بيجي، ممكن تكون نهاية الجملة، فبالتالي إنه مش applicable، فبالتالي الخطوة هاي معناته إنه الخطوة هذه إنه إذا applicable. الخطوة الثانية إنه إذا في عندي hypothesis حط لي إياها في الستاك، وبرضو إذا في recombination ممكن اعمل لي recombine، معنى ذلك إنه البروننج بيشمل recombination، يبقى recombine with existing hypothesis if possible، برضو إذا كان ممكن هذا الإشي وبينطبق عليها، تمام؟ prune stack if too big، إذا كبر الستاك بشكل كتير كبير خلاص بعتبر إنه التفريع هذا bad، بعمله drop. فهذه الطريقة اللي بيستخدمها إنه يعمل pruning، فبالتالي إنه بيعتبر إنه هذا الترانسليشن اوبشن انه في تعقيد وبيعمل له دروب. يعني هو بيعتبر انه كل ما انا ادمج افرغ انا بالتالي عندي مشكله، انا شايفها معتمد عليه، يعني ايش الشغل اللي خلته يعمل دروب غير انه عمل لا هذه كلها خطوات تابعه لا، يعني انه في نفس المسار. الخطوه الاخيره بغض النظر عمل ريكومباين ولا لا، لانه هنا اف بوسيبل، بغض النظر عمل ريكومباين ولا لا، اذا الستاك صار كتير كبير بحط ثريشولد، صار كتير كبير خلص هذا التفريع بات، فبدي اعمل له دروب، تمام. طب الفيشر هذا بصير بناء على انه انا بعمل تجربه وبشوف مين الافضل بالضبط، بصير له تيونينج يعني. طيب حكيت بدنا نحكي على شغله يعني اضافيه، يعني احنا الان لغايه الان احنا ايش حكينا؟ ما حكينا في الديكود انه انا بدي اختار البيست ترانسليشن، صح؟ وفي البيست ترانسليشن حكينا انه هي سيرش بروبلم، بستخدم اي سيرش الجوريثم، تمام؟ وحكينا انه السبيس هذا الشجره هذه عشان اصغرها ايش بدي اسوي؟ يا ريكومباين يا برون، حكينا عن البرونينج. الان ايش بدي اسوي؟ وانا ماشي في الترجمه بدي احسب الكوست للترجمه اللي انا وصلت لها لغايه الان بالاضافه للفيوتشر. ليش بدي ادخل هذه المعلومات في السيرش سبيس؟ عشان بعض الخوارزميات بتستخدمها زي الاي ستار مثلا على سبيل المثال،
مر عليكم الاي ستار الجوريثم. طيب البري ديث سيرش او الديبث سيرش، الاي ستار هو يعني كومباينيشن بين البري ديث والديبث، ده مش يعني بياخد الادفانتج تبع هذا وتبع هذا، تمام؟ فايش بيحتاج؟ بيحتاج لكوست فانكشن وهيوريستيك فانكشن الاثنين. بغض النظر عن ان هما كله بيوجد البيست باث، بس قديش ستيب اخذ عشان يصل للبيست باث اللي هو صلب الالجوريثمز. طيب نيجي ل الفيوتشر، هذه المعلومه لايش انا بدي استخدمه؟ بدي استخدمه عشان انه انا دائما بدي اترجم الايزي بارت فيرست. اذا ترجمت الايزي بارت فيرست يعني هذا عباره عن هيوريستيك على فكره، انه انا على سبيل المثال انه انا بدي افترض انه هذه الجمله انا فاهم كل حاجه بس ما عدا هذه الكلمه. فايش بروح بسوي؟ انا بروح بترجم السهل علي والكلمه اللي انا بعرفهاش بسيبها للاخير، او يعني انه يعني بدل ما انه انا اركز على هذه في الاول بتكون الكوست تبع الترجمه كثير كبير، لا بترجم اللي انا بعرفه تمام وبسيب هذه للاخير. فبالتالي هنا translate the easy part first. لا لا لا، مش بالضرورة انه يكون انا عندي هيوريستيك. الهيوريستيك هي عبارة عن الترجمة تبعتها لهيوريستيك انه طريقة حل، او يعني شغلة بديهية، شغلة تعتمد على الفطنة، تمام؟ انا بدي اعمل يعني الموضوع انه الالجوريثمز والاي اي بيعتمد بشكل كتير على البروبلم سولفينج. انا اديتك بروبلم معينه، كيف ممكن انت تحليها؟ بتفكري بطريقه معينه، هذا هو الهيوريستيك، تمام؟ بالضبط. حكيت هذه طريقه التفكير، هذه بدي اعملها فورميليشن على شكل معادله او شكل فانكشن بشكل اصح، عشان الكمبيوتر انه لما يصير يستخدم طريقه التفكير هذا بيصير عنده شويه ذكاء، تمام؟ ف الهيوريستيك المتبعة هنا انه احنا ايش بدنا نسوي؟ خلينا نركز على الاجزاء السهلة الترجمة في البداية، خلينا نترجم السهل الاول، ليش نبدأ بالصعب؟ تمام؟ خلينا نشوف المثال هذا، ايش بيقول المثال؟ انه انا في عندي The Tourism Initiative The first time. هذا عبارة عن فريز، هايو حاطط تحتيه خط وهذا عبارة عن فريز، تمام؟ هجيت هذا اللي تحتيها خط انه ترجم كل كلمة لحال، انه هي مش فريز، انه ده طلعوا لي هنا كويس. ايش في عندي؟ تي ام translation model، ال ام language model، دي reordering، تمام؟ هدول الاول لو جمعت ال 19 مع الأربعة مع البوينت أربعة، بوينت 19 مع بوينت أربعة بيطلع أنا عندي 65، تمام؟ هجيت هنا توريزم برضو نفس الفكرة، شفتوا؟ هي بدينا ندخل السكور، بدينا ندخل، صار عندي سكور هنا، قدرت أعرف إنه هذه قديش الكوست تبعتها أو هذه قديش السكور تبعها. هنا التي أم ماينس واحد، ماينس واحد بوينت 16، ال أم 2.93، مجموع 4.9. بالمناسبة في نقطة مهمة، اوكي هيها في السلايد اللي بعديها، اوكي بنجي هنا. وهنا ايش؟ 5.88، تمام؟ log probability.
قديش؟ الأولى إيش؟ وينها؟ وين ال23؟ أين كان توريزم؟ ده وين ال23؟ مظبوط كلامك. طيب هدول الاثنين، هذه وهذه عبارة عن مجموع، مظبوط. هذه وهذه 93 و19 مجموع، هنا في خطأ، بيكون 59. تسعتاش وأربعين، نعم. طيب بالماينس طبعا. هجيت هنا the first time، يبقى هنا عندي ال initial hypothesis زي هيك فاضية. في عندي مسارين، انه انا ابدأ اترجم هذه بالاول، تمام، وبعدين اترجم هذه، تمام، او العكس، انه انا ابدأ اترجم هذه اول وبعدين هذه، تمام. هجيت هنا المسار الاخير اللي انا وصلت له لغايه الان قديش، مين اسهل في الترجمه؟ هذه 5 و88 وهذه 4 و11، كله بالماينس طبعا. البوث هايبوثيسز بتترجم 3 كلمات بس، هذه انه بشكل منفرد، اما هذه دفعه واحده على شكل فريز. الورست هايبوثيسز هاز بيتر سكور، ايش معنى هذا الكلام؟ اللي لها اعلى سكور بتكون هي الأسوأ، تمام؟ كل ما علي الرقم ايش؟ كل ما قل الرقم بيكون احسن. يعني مين الايزي ترانسليشن هنا؟ ذا توريزم انيشيتيف ولا the first time؟ ليش؟ مين أقل؟ ماي 4 ولا 5 بالماينس؟ احنا هالقد بدنا نطلع الايزي بارت في الترانسليشن، واحنا اتفقنا انه الايزي بارت اللي له سكور اقل، صحيح. مين اللي له سكور اقل، الماينس 5 ولا الماينس 4؟ كيف؟ الأولى جاب المايك السكور لكل واحدة من الكلمات اللي تبعت الفيز الجملة الأولى، صح؟ صحيح. طيب واللي تحت the first time مع اللي قبلها، يعني قصدك الأخيرة مع اللي قبلها؟ أول ثلاثة صح، ما آخر ثلاثة صح. I get the worst hypothesis has better score. يعني ويفترض the first time
أسهل من the tourism initiative. هذه يفترض أنه هي أسهل من هاي، لأنه هذه أنه more common وأسهل في الترجمة من هذه. هذه يعني أنه المبادرة السياحية، لا مش frequent زي the first time. صحيح. هو مظبوط كلامك يعني بخصوص الثالب، انه هو بروح عشان انا مدخل اللوج على الجميع، تمام. فبالتالي انه هذه لها اقل سكور، فبالتالي هذه اسهل من هاي، تمام. نعم. طيب هل جيت في الاستيميشن الفيوتشر كوست ايش بحتاج؟ Translation Model اللي هو هيو هنا مكتوب هنا في النود اللي هو تي ام، تمام. والكوست فيه معروفة، واللانجويج موديل اللي هو ال ام، والاوتبوت بيكون نون ولكن الكونتكست بيكون مش معروف. فبالتالي ايش بسوي؟ بروح بعمل estimate without context، بستخدم اللانجويج موديل انه بعمل استيميشن للبروبابيليتي تبعت الكلمه هذه بدون كونتكست. اما الري اوردرنج في الغالب بيكون unknown، وفي هذه الحاله بعمل له اجنور في الفيوتشر كوست استيميشن. فعشان هيك الدي هنا هاي مثلا انه حنشوف انه هنا على سبيل المثال هنا في دي، لا بس مش داخله في الحسابات، وهنا في دي بس مش داخلة في الحسابات، يعني باخدهاش مع الاعتبار. على ايش بعتمد؟ بعتمد على ال ام وعلى التي ام وال ام، تمام؟ ايش سؤالك يا استاذ؟ حاجات مش احنا اتفقنا انه احنا بدنا نترجم الاجزاء السهلة وبعد هيك ترجمة جزء من الجملة. طب بعد هيك إنه إيش الجزء الأسهل من بقية الجملة؟ فبدي أحسب الفيوتشر كوست تبعته وأختار الأسهل، وأضلني أختار الأسهل 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 عشان لما أخلص الجملة، تمام؟ طيب نيجي يعني ناخد هذا مثال توضيحي. المثال هذا إنه cost estimation from translation option. إيش في عندي هنا؟ The tourism initiative addresses this for the first time. فأنا عندي كل كلمة لحال إيش الكوست لإلها، والكوست هو تي أم زائد الأم، تمام، لكل واحدة لحال. وإيش عندي كمان؟ إنه initiative addresses مع بعض أخذها إنه point أربعة أربعة عفوا. وهنا this for 2.5 the first 2 و2، هنا for the و first time لحال، انه this for the لحال، وهنا for the first لحال، وهنا the first لحال، وهنا for the first مع بعض. هنا for the first time، لاحظوا انه for the first time هذه مستخدمة لأول مرة، يعني مستخدمة بشكل يعني frequent، أنا هاي اللي بقصده، تمام. فبالتالي انه يعني هذا كله كفريز كامل، انه يعني بالضبط هاجت هذا الكلام. بدي يعني الكوست اوف تشيبست ترانسليشن اوبشن من الانبوت سبان، اللي طبعا هذا الكلام لوج بروبابيليتيز. هاجت هنا بروح ايش بعمل؟ بعمل التيبل هذا اللي هو الكونتيجوس سبان باي كومباينينج تشيبست ترانسليشن. هلقيت هنا هذه الان، هذه 1 2 3 4 لغاية 9، هذه الان.
اللي هي الـ future cost estimation for the N words from the first. تمام؟ يبقى هنا هذا الرقم يمثل تكلفة الـ future cost لترجمة الذا لحالها، وهذا يمثل ذا توريزم، وهذا ذا توريزم انيشيتيف، وهكذا لغاية لما نصل لآخر الجملة، إنه هي عبارة عن التكلفة من الذا لآخر الجملة. نيجي الآن هنا توريزم، هي عبارة عن التكلفة من التوريزم للتوريزم، توريزم لحال، وهنا توريزم انيشيتيف، وهنا توريزم انيشيتيف ادريسيز إلى آخره. تمام؟ وهكذا. واضح بالتابل؟ طيب من هذا التابل ايش بلاحظ؟ بلاحظ انه الفانكشن ووردز، الفانكشن ووردز زي ايش؟ مثلا زي الدا اوف والاي والفور، تمام؟ بحكي انه هي تشيبر، انه هي واحد، تمام؟ than the content word اللي هي اثنين، تمام؟ فبالتالي هنا أنا بلاحظ إنه الفور فعلاً إنه واحد، ذا واحد، ذا هنا واحد، دائماً هذه سهل ترجمتها function words، غير عن كلمات إنه ممكن تكون إنه بتعتمد على حسب السياق. في عندي common phrase اللي هو for the first time التكلفة تبعته أقل بكتير من فريز تاني مش كومون اللي هو Tourism Initiative Addresses. هذا مش كومون على الإطلاق. مين الكومون؟ إنه for the first time. فهذا 2.3، هذا 5.9، تمام؟ فالتكلفة هنا أقل، واحد أقل من اثنين، والاثنين أقل من 5.9 كتكلفة ككوست. طيب حاجات بدنا ندمج السكور مع الفيوتشر، ركزوا معايا كويس. حاجات هذه النوت ايش بتمثل؟ انه انا ترجمت ثلاث كلمات وين السكور تبعها؟ هيو بالضبط. ايش بقي لي في الجمله؟ طلعوا لي كويس هنا، هيو هذا اللي هو هذا الجزء، اللي هو هذا الجزء اللي مضل، اللي هو ذا توريزم انيشيتيف، هذا الجزء اللي هو بقيه الجمله، هي اللي انا بقصد فيه فيوتشر كوست. انا ترجمت جزء وبقي لي جزء من الجمله، فبدي كيف بدي احسب الكوست تبعته؟ هاي بدي احسب الكوست، برجع على التيبل هذا. فبالتالي هنا بدي اشوف بعد الانيشيتيف وين الانيشيتيف، هاي اللي هو عباره عن ادريسيز ذا فور ذا فيرست تايم، بيجي بتطلع في الاخير انه وين الكوست، هاي 6.1. هذه ترجمة هذا الجزء اللي هو 6.1، بضيف عليها 5.88، بطلع أنا عندي ماينس 11.98. هذا الكلام ليش؟ عشان السيرش ألغوريثم بده يعتمد على التو سكورز هدول عشان يختار البيست باس، تمام؟ قبل كان يعتمد على سكور بس، لا احنا بدنا نحسن السيرش الجوريثم انه يخليه يعتمد على السكور للجمله الحاليه بالاضافه للفيوتشر كوست. بالضبط. هجيت هنا هاي الجمله، هذا الفريز الثاني، هذا مثال، هذه كيس ثانيه. هنا اللي انا ترجمته اللي هو نهايه الجمله اللي هو the first time، اخر ثلاثه، التكلفه تبعتها 4.11، تمام؟ والفيوتشر هو عبارة عن البداية لغاية كلمة ده، برجع على الجدول، البداية لغاية وين ده؟ هيها اللي هي عبارة عن سادس كلمة، هي 1 2 3 4 5، تمام؟ كيف؟ the first
تمام، لحد الفور، فبالتالي هاي لغاية هنا صح؟ ولا هذه 9.3؟ 9.3 تمام؟ شوفوا الكيس هذه، الكيس هذه أنا إيش ترجمت؟ ترجمت this for و time، فبالتالي ترجمت هدول وترجمت هدول على مرحلتين تمام؟ قديش السكور تبعهم؟ ماينس 4.86 تي ام في ال ام تي ال تي ام زائد ال ام. لاحظوا انه الدي ملوش يعني جهلته. ايش باقي عندي؟ باقي عندي هاي وباقي عندي هاي. هذه جبت لها الكوست وهذه جبت لها الفيوتشر كوست، هذه الفيوتشر كوست وهذه الفيوتشر كوست وجمعتهم مع بعض. اللي هي هذه من البداية لغاية هي 1 2 3 4 تمام؟ هي 1 2 3 4 6.9 تمام؟ وهنا اللي هو أنا بديت من هاي 4 5 6 7 8 بديت من الكلمة السابعة، بديت من كلمة إيش؟ اللي هي بعد التايم اللي هي لا مش بعد التايم اللي ال كيف اللي بعد الفور، عفوا اللي بعد الفور تمام. هذه اللي بعد الفور، وايش بدي امشي؟ بدي امشي خطوتين 2.3 تمام. اي لا هي 2.2 كيف كيف؟ The first. مظبوط مظبوط. ده انا بعد ما كنت انا نشنت على العمود الغلط، على الصف الغلط. فهنا انه هيو ده وبعديها كلمه هي 2.2 تمام، مجموعهم 9.1، فبطلع انا عندي هنا 13. فبالتالي من السكور هذا بقدر انا في عندي هنا 11 وعندي 13 وعندي 13 و41 وهنا 13 و96 تمام. هذه اوبشنز مختلفه، انا بقول لكم مش ايش المسار اللي اختاره، بس هذه اوبشنز مختلفه. لاحظوا انه الليفت هايبوثيسز ايش ابتدى؟ ابتدى بالهارد بارت. مش احنا اتفقنا انه في السلايد هذه انه انا في عندي هنا مسارين وانه هذا صعب وهذا سهل تمام؟ هنا بدأ بالخيار الصعب تمام؟ يعني تكلفة ترجمة بقية الجملة انا عندي طلع 11.98 تمام؟ الكيس الثانية الهايبوثيسيس الثانية ايش بدأ؟ بدأ بالجزء السهل اللي هو the first time تمام؟ وإيش البقي له في الجملة؟ بقي له هذا الجزء. وقديش طلعت معاه التكلفة؟ 13. مين أفضل؟ هاي ولا هاي؟ حقيت لو أنا استخدمت الجوريثم يعني ما بياخد بعين الاعتبار التنتين هدول، إيش راح يصير؟ إنه راح يعتبر إنه هذه تكلفتها عالية تمام؟ هيختار انه لا هيبدأ بالاسهل، بس اكتشفنا فيما بعد انه لو انا بدأت بالجزء الصعب التكلفة راح تكون اقل، يعني الكوست تبعت الباث كله اقل. وهذا هو يعني انه انا ادمج الدبث مع البريدث الجوريثم، انه انا بدي يكون في عندي كوست فانكشن بالاضافة للديستنيشن او للمسافة للتارجت، الديستنيشن للتارجت، الاثنين مع بعض بياخذهم بعين الاعتبار. لا لا الفانكشن هي عباره عن مجموعه لشغلتين والناتج الاقل هو اللي بيختاره دائما. فهيك انا بعين يعني هيك انه انا يعني زي كانه بضرب عصفورين بحجر واحد.
اه اللي هو هذا. اه صحيح. لا 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 لا، انا بحكيش انه يعني طريقة الاختيار هارد او ايزي، هنا بس بشرح ثلاث حالات مختلفة، بورجيني ثلاث سيناريوهات. انه انا لو بدأت بالجزء الهارد بيعطيني انطباع في البداية انه الكوست تبع الباث هذا كتير يعني راح يكون مكلف، لكن ايش اكتشفنا لما دخلنا الفيوتشر كوست؟ اكتشفنا انه لا، يعني انه هو اقل واحد. بينما احنا لو بدأنا هنا بالايزي بارت كبرت عندنا الكوست بعد هيك، تمام. هاجيت هنا قبل يعني نيجي قبل العنوان هذا الفيوتشر كوست استيميشن، كنا ايش نعتمد؟ كنا نعتمد انه احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نحسب المسار، هيو بدنا نختار المسار هذا بناء على سكور. السكور هذا عبارة عن تي ام وال ام. هجيت لو اجيت حسبت لكل وحده تي ال تي ام وال ام، يعني حاصل انه مجموعهم الاثنين، واجيت حسبت المسار هذا كله، تمام. هذه طريقه. لكن هو ايش بيقول؟ انه بديش اعتمد على السكور تبع النود نفسها، لا، بس بدي ارضه اطلع للفيوتشر بالضبط. يعني زي كأنه بكون في عنده بعد نظر في الموضوع، يعني بالضبط. ممكن انه بعد هيك انه صحيح بديت بصعب، بس التكلفة الكلية حتكون اقل. لا مش نبدأ فيه عادي، حسب بالضبط، حسب الناتج تبع الكومباينيشن تبع التو سكورز، يعني حسب مجموع هدول الاثنين الناتج هذا النهائي هو على اساسه بقرر. بالضبط. في بعض الحالات ممكن يكون انه ابدا بالاسهل احسن، في بعض الحالات الثانيه ممكن ابدا بالاصعب احسن، تمام. ف اه طبعا بالضبط بالضبط، لانه انا خلص بصير بطلع على هذا السكور، هذا هو الاقل بين ال 11، اقل من ال 13 41 وال 13 96، تمام. طبعا هنا other decoding algorithm زي ما طبقنا ال depth first، او ال ما دام انا صارت في انا عندي هدول ال 2 scores جاهزين، ممكن اقدر اطبق اي algorithm ثاني اللي هو زي ال A star algorithm او ال greedy hill climbing، تمام، او انه نستخدم finite state transducers، تمام. هذه عباره عن search algorithms، هذه كلها الثلاثه بتيجي تحت نطاق السيرش algorithms، تمام. دروبت تمام. يبقى هنا في الهيوريستيك ايش طلع؟ البروبابيليتي زائد الهيوريستيك استيميشن، هيوريستيك استيميشن طريقة تفكير، تمام. البروبابيليتي اللي هي تي ام زائد ال ام. عشان هيك انا بقول لكم انه الاي ستار هو عباره عن دمج بين التو الجوريثمز اللي هو الدبث والبريدث. ايش الدبث؟ ايش فكره الالجوريثم تبع الدبث؟ لما باجي بفرع، تمام، بفرع الفرع كله للاخر قبل ما ابدا افرع جديد، يعني فرع جديد لازم انه انا اكون وصلت للليف نود، بعدين ببدا بفرع واحد ثاني، تمام. هذا ديبث. اما البريدث ايش بسوي؟ اعمل لي ليفل، خلصنا الليفل الاول، فرع لي الليفل الثاني، ما لقيتش الحل فرع لي الليفل الثاني. تمام.
في الاي ستار بدي اجمع بين الاثنين، في الاي ستار بدي اجمع بين انه بدي يكون في عندي تو فانكشنز، بدي يكون في عندي انه هالجيت الديسيجن، الديسيجن تبع تفريع النود بيكون هو عباره عن حاصل يعني يعني حاصل الجمع تكلفه الاكسبانشن لهذه النود زائد تكلفه الوصول للجول. صحيح. يعني two cases، يعني مثلا نفترض انه انا في عندي نود هنا تمام، وهنا بدي اعملها فرعين بس تمام، وهنا هنا صار في عندي solution. بعدين في عندي هنا كمان مستوى، وبعد المستوى هذا انه انا في عندي هنا السوليوشن. هاجيت لو انا بدي استخدم، خليني بس اعدل تعديل بسيط وبدي اعتبر السوليوشن هنا عشان يزبط المثال. هاجيت انا لو بدي اشتغل depth ايش ببدأ؟ ببدأ من من الليفت، بفرع هذا المسار ما لقيتش الحل، ارجع فرع مسار ثاني تمام، هاي لقيت الحل، بس هذا الكوست تبعته واضح لإلي انه هي اعلى من هذا الكوست. انا كنت كان حظي سيء انه السوليوشن موجود هنا في الاخر تمام. حقيت هذا دبث، لو بدي استخدم بريدث ايش بدي اسوي؟ بروح بفرع هذا المستوى، بعدين بفرع هذا المستوى، بعدين بفرع هذا بلاقي انه الحل موجود هنا. الان لما بدي ادمج، لما بدي ادمج بيناتهم هما الاثنين ايش بسوي؟ بروح عند هذه النوت، هذه بفرعها، ايش بروح بحسب؟ بروح بحسب شغلتين، تو فانكشنز، اف واحد اللي هو تكلفه الاكسباند لهذه النوت اللي هي بتمثل احنا في الحاله تبعتنا تي ام وال ام تمام، زائد اف 2. ايش الاف 2؟ اللي هي عباره عن انه من هذه النود قديش محتاج مسافه عشان توصل للسولوشن تبعك تمام، واللي هي في هذه الحاله تبعتنا اف 2 ايش بتمثل؟ الفيوتشر كوست. فبالتالي قرار انه هو يعمل اكسباند لكل نود بكون بيعتمد على هدول الشغلتين، انه مرات انه هو فعلا بروح دبث دبث دبث، ومرات انه لا بروح بتوسع بشكل عرضي بريدث تمام، بناء على حاصل جمع هدول التو فانكشنز. هيك بجمع بين الشغلتين. اوكي، يبقى هنا في الاي ستار اول حاجه بعمل depth first تمام، expansion to completed path تمام. الخطوه الثانيه بطبق recombination، الخطوه الثالثه انه بعمل alternative path leading to hypothesis beyond the threshold، بحدد threshold معين انه انا بعتبر انه والله اقل من هذا انه الكوست كثيره واكثر من هذا الكوست قليله، وعلى اساسه انه انا بقرر افرع مسار ولا ما افرعش مسار اذا كان اعلى او اقل من الثريشولد. الجريدي هيل كلايمبنج، انه انا هنا في عندي مجموعه من الاوبريتورز وبضلوا يغير بيناتها تمام. سيرش فور ذا بيتر هايبوثيسيس باي ابلاينج تشينج اوبريتور، هذه بسميها تشينج اوبريتور. ايش يعني؟ ايش بروح بطبق؟ تغيير للترانسليشن لكلمه او فريز. مش احنا كل كلمه فيها لها بوسيبل ترانسليشن، كل فريز فيها له بوسيبل ترانسليشن، طبق للتشينج اوبريتور، غير لي الترجمه هذه واحسب لي الكوست، شوف لي ايش بيصير. التغيير الثاني اللي هو كومباين ترانسليشن اوف تو ووردز انتو ا فريز، ادمج لي هذول الكلمتين في فريز
وحسب لي الكوست من اول وجديد، شوف لي ايش صار. التغيير الثالث split up translation into of a phrase into two smaller phrase translation. الفريز العبارة الطويلة هذه قص لي اياها، احسب لي الكوست مرة ثانية بعد القص شو صار. move parts هذه الثالثة والرابعة اللي هو move parts of the output to different position و swap parts، هذول الخطوتين reorder ببساطة. طبق لي هدول تمام. ومتى بعمل termination، هذا iterative algorithm، متى بعمل termination انه terminate no operator application produce better translation. طبق اي تغيير ما فيش اي اختلاف يعني better translation تمام. نعم بيطبق وبحسب الكوست، بيطبق وبحسب الكوست. طيب يعني اخيرا في الملخص شفنا انه عمليه الترجمه كيف بتصير، شفنا انه الترجمه انه انا في عندي عده ترانسليشن اوبشنز وبدي اختار بيناتها، فهي عباره عن سيرش بروبلم، فالديكودينج هي عباره عن سيرش بروبلم، بنعمل اكسباند لهذه المسار، وشفنا انه السبيس السيرش سبيس كتير كبير فبدنا نعمل له ريدكشن طريقتين، يا اما ريكومباينيشن يا اما برونينج. والبرونينج هنا بتطلب انه عشان ما اتندمش على قص تفريع معين انه انا بدي اطلع على الفيوتشر كوست، والله الفيوتشر كوست انه بيؤدي لي لكوست اقل لا بخليه تمام. شفنا other decoding algorithms اللي هي بتستخدم خوارزميات تانية في البحث، وهيك احنا بنكون خلصنا موضوع الديكودينج، ويعطيكم العافية.